أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية تساقط الأمطار للحامل في المنام. تبشر رؤية تساقط الأمطار الغزيرة للمرأة الحامل بسهولة ويسر عملية الولادة واقتراب موعدها وتمتع المولود والأم بالصحة والعافية والسلامة الجيدة، وإن لم يتأثر سقف البناء أثناء تساقط الأمطار الغزيرة في المنام فإن ذلك يشير إلى تعرض المرأة الحامل للعديد من المتاعب أو الأزمات أو المشاكل الصحية الطفيفة التي سرعان ما سوف تمر منها وتزول بشكل كلي، وإذا حدث خراب أو تدمير أو اقتلاع للأشجار أثناء تساقط الأمطار الغزيرة في المنام للحامل وتم تدمير المكان بالكامل فإن هذه الرؤية تنذر المرأة الحامل بتدهور حالتها الصحية وتعرض المولود للفقدان، وإن كانت الرائحة عطرة أثناء تساقط الأمطار الغزيرة في المنام فإن هذا يرمز إلى الحياة الزوجية السعيدة والمستقرة والهادئة وزوال كل ما كانت تعاني منه من مشاكل أو مخاوف داخلية. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.